اهلا وسهلا متابعي جريده الجمهوريه. احنا الان في مصنع كومومبو لانتاج السكر اسوان، لانتاج السكر باسوان. بنتابع مع حضراتكم عمليات توريد محصول القصب من المزارعين بعد فتح باب التوريد يوم 28 ديسمبر الماضي. مصنع طاقته الانتاجيه حاليا توصل ل 18000 طن يوميا، وبتواصل العمليه زي ما شايفين حضراتكم. هناك تزاحم من السيارات المحمله بالقصب لتوريدها الى المصنع لانتاج السكر الابيض لصالح منظومه البطاقات. ويعد مصنع كومومبو التابع للشركه السكر للصناعات التكامليه احد المصانع الثمانيه التي تابعه للشركه. ويرجع تاريخ انشاء الشركه الى عام 1912، واضيف اليها مصنع اخر عام 1960 هو مصنع الخشب. ويبلغ عدد العاملين بالشركه حاليا 1905 عامل، منهم 174 بمصنع الخشب. وتعد ابرز المنتجات التي ينتجها المصنع الملاس والسكر والخشب الحبيبي، وتبلغ طاقته السنويه 200000 طن. وتزداد الشركه القابضه الشركه السكر للصناعات التكامليه توريد نحو 8.5 مليون طن قصب هذا العام لسد احتياجات المواطنين وفي الفجوه الاستهلاكيه لصالح منظومه الدعم. احنا الان بنتابع مع حضراتكم، شايفين اللواء عصام البديوي رئيس الشركه السكر للصناعات التكامليه، ومتابعه حيه لعمليات استلام محصول القمح من المزارعين والمستحقات التي تم تسديدها. وتستهدف الشركه السكر للصناعات التكامليه تطوير مصانع الشركه واجراء تعديلات عليها، حيث هناك دراسه تتم حاليا لتطوير 8 مصانع التابعه للشركه بتكلفه 7.3 مليار جنيه تنتهي خلال عام 2030. وتستهدف الخطه تحسين ورفع كفاءه المستوى الاداري والمالي لوزاره الطاقه الانتاجيه من القصب الى 15 مليون طن سنويا لانتاج نحو 1.8 مليون طن سكر ابيض، فضلا عن زياده انتاج الكحول ل 140000 طن سنويا بدلا من 80000 طن. الشركه اكدت خلال خطه التطوير انها مستهدف انشاء 3 مصانع اسمده، مصانع للاسمده بيتم انتاجها من متخلفات قصب السكر لزياده الطاقه الانتاجيه في مصانع، زياده الطاقه الانتاجيه في مصانع كومومبو نجا حمادي وقوس. وتبلغ التكلفه الاسماليه للمصنع الواحد حوالي 350 مليون جنيه. معانا الان استاذ صلاح، دكتور صلاح رئيس العضو المنتدب لشركه السكر والصناعات التكامليه، حدثنا عن متابعه عمليات التوريد قصب السكر من المزارعين. يا فندم طمنا على معدات التوريد، معدات التوريد وصلت لكام حاليا المصنع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ربنا بتوفيق الله. تم بدء موسم العصير ببدايه بمصانع كومومبو بتاريخ 28/12، والتوريد مستمر من السادة الزراع، ومتابعة جميع العمليات مستمرة داخل المصانع، والإنتاج مستمر والحمد لله على كل شيء. ما ليس هناك أي مشكلة في التوريد ولا في الإنتاج بتاع المصنع، والمنتظر أن يتم توريد حوالي 1,950,000 طن قصب لمصانع سكر كومومبو تنتج حوالي 200-220,000 طن سكر إن شاء الله هذا الموسم بمشيئة الله. لحد النهارده تورد حوالي تقريبا بتاع 200000 طن قصب لمصانع سكر كومومبو. المصنع طبعا مصنع كومومبو ده بيعمل بثلاث خطوط، الثلاث خطوط تم التحديث والتطوير فيهم على مراحل متتاليه. اخر مرحله فيهم كانت السنه دي اللي هي مرحله التحكم الالكتروني في المعدات. والمصنع كان بداية إنشاؤه كان 1912، وده كان على 6000 طن. حاليا المصنع وصل ل 15000 طن قصب يوم، تم تحديث وتوسعة المؤخرة بتاعته ليستوعب 18000 طن، وإن شاء الله في التحديث القادم بعد انتهاء الهيكلة بتاعة سيجمنت هيتم التوسعة يوصل 18000 طن في اليوم إن شاء الله بمشيئة الله. المنتجات المصنع اللي بتطلع منه حاليا اللي هي عبارة عن السكر كمنتج رئيسي، وبعدين الملاس المنتج الفرعي، والبجاس منتج آخر، والبجاس بيستخدم في صناعة الخشب والأوراق، الملاس بيستخدم في التقطير والتخمير لصناعة الكحوليات، وبعد كده الطينة اللي بتستخدم في عمليات التسميد للأراضي الزراعية. طبعا حضرتك حضراتكم بنواصل متابعه حيه لعمليات التوريد.
وشايفين حضراتكم المنظر اللي شايف من قدام حضراتكم. هناك اصطفاف لسيارات النقل المحمله بقصب محصول القصب لتمهيدا لتسليمها الى داخل المصنع، وهناك عمليه تتم عمليه الاستلام داخل المصنع حاليا. طبعا خطه التطوير طبعا بتقوم على تطوير بعض المعدات الجديده طبعا لزياده النطاق الانتاجيه وزياده كفاءه الكميات المستورده الكميات المنتجه من محصول القصب لتلبيه احتياجات المواطنين من السكر الابيض بالاضافه الى السكر البني. طبعا الوزاره الشركه تستهدف الى خفض معدل استيراد القصب محصول القصب خلال العام الحالي الى 100,000 طن لتصبح 300,000 طن بدلا من 400,000 طن يتم استيرادها لسد الفجوه الحاليه. طبعا حضرتكم متابعين جوله اللواء عصام بديوي رئيس الشركه السكر والصناعات التكامليه في بيت يتم متابعه حاليه للتوريد. طبعا الدوله تولي اهتماما كبيرا بالمصانع الحكوميه لزياده قدراتها الانتاجيه، خاصه المصانع التاريخيه مثل كومومبو وقوس وابو قراص والحوامديه ونجا حمادي لزياده انتاجاتها والاعتماد على الانتاج المحلي في توريد السلع التي يحتاجها المصريين وتوفير غذاء المصريين بدلا من وتقليل الفجوه الاستيراديه التي تكبد ميزانيه الدوله اموالا طائله، فضلا عن الازمات التي تتلاحق والازمات التي تتسبب فيها التغيرات العالميه ويعود تاثيرها بالسلب على السوق المحلي. طبعا نشهد حاليا موجه من عدم استقرار الاسعار العالميه، ولكن وزاره التموين والتجاره الداخليه بدعم من الدوله قدرت تمتص هذه الزيادات وقدرت تساهم في توفير احتياجات المواطنين. اي نعم هناك بعض الاسئله عشان بعض الزيادات، ولكن الاهم من هذه الاهم من ذلك في المرحله الحاليه هو اتاحه السلعه للمواطنين بدلا من ثبات اسعارها وبالتالي احداث ندره في المعروض وظهور السوق السوداء مره اخرى، مما يعود لنا عصور اخرى من الظلام. طبعا شايفين حضراتكم اسمك، عرفنا حضرتك احمد سيد، كلمنا على توريد القصب، انتوا بتوردوا قد ايه يوميا من هنا؟ بتوردوا في اليوم يعني؟ اليوم بنوصل 1000. اشرح لي كده مراحل التوريد بيتم ازاي ويستلم ازاي القصب؟ اشرح لي مراحل استلام القصب ازاي، بتجيب المحصول هنا وبعدين بتسلموه للمصنع جوه؟ عايزين شرح وافي بالم... واحد يا باشا تمام. بيتم سداد مستحقات المزارعين خلال قد ايه؟ هل سداد الفلوس بتاعت المزارعين، مستحقات المزارعين، مستحقاتكم بتاخدوها خلال قد ايه؟ يعني بعد كسر كده بتاع شهر ونص كده. انت شايف موسم توريد السنه دي اخباره ايه؟ انت شايف اسمك ايه بقى؟ عرفني بيه. احمد عبد الرازق. موسم توريد السنه دي انت شايفه ازاي؟ بالصلاة على النبي. يعني احسن من السنه اللي فاتت ولا؟ لا احسن من السنه اللي فاتت. ليه خليك بتقول كده؟ ايه اللي خليك بتقول كده؟ المصنع شغال. الكميات المستوردة زايدة أعلى من السنة اللي فاتت. لا أعلى من السنة اللي فاتت. تتوقع زيادة الإنتاج السنة دي؟ تتوقع المحصول مبشر السنة دي من محصول قصب مبشر؟ لا مبشر، صلاة النبي يعني تمام. حسن جمعة. موسم القصب بتاع عيد الناس من الصعايدة وعيد لزاد أسوان وهنا قدام أسوان وهنا ومنيا. حدثنا عن الاجواء الخاصه بمعسكر القصب. لا 100 الصراحه انتاج حلو، انتاج حلو جدا. ايوه وبيستفيد المزارع مني، بيستفيد المزارع بالنسبه لمصنع السكر انتاجه عالي. بالله يا جماعه مظبوط. اشكرك جزيلا. لحظه الكلام.
طبعا احنا معانا هنحاول نكلم اللواء عصام، نتواصل اللواء عصام الهديوي رئيس الشركه. سيد اللواء كلمه تمام تواصل. سيد اللواء ست مع حضرتك. طبعا احنا بنتابع مع حضرتك مع حضرتك طويل. اخباره ايه؟